هلا حالعب مع لاعبين ريال بيتيس وحق اتحداهم باذن الله. يا المولو لو تيني اي هاف ا بيرفكت تاتش دايم بوي. الممر هذا اللي انا واقف فيه هذا اسمه ممر السعاده. عايز تو قبل لا نبدا بالفلوج تبعنا لازم تعرفوا كيف لبست التيشيرت هي. نادي ريال بيتيس كانوا عاملين لي جوله بالاستاد تبعهم، فاول ما فتت استقبلوني وبعد هيك ودوني على القسم اللي فيه التيشيرتات تبع اللاعبين والاساطير تبع ريال بيتيس. كنت قاعد عم اتفرج على التيشيرتات وكنت مبسوط كتير، وفجاه لفيت وشي ولقيتهم جايبين تيشيرت وكاتبين عليه اسمي ومعلقينه مكان اساطير نادي ريال بيتيس. كانت بصراحه مفاجاه رهيبه وانبسطت فيها كتير، وفورا شلت التيشيرت ولبسته. كانت بصراحه لحظه خرافيه. خلينا هلا نبدا بالتور تبعنا بالستاد ريال بيتيس. هاي الالقاب طبعا اللي محققينها ريال بيتيس. ريال بيتيس من البطولات الرسميه عندهم اربع القاب، واحده منهم بطوله الليغا موسم 34-35، والثلاثه الباقيين لبطوله الكوبا ديل ري اللي اخر واحده فيهم كانت الموسم الماضي اللي هي 2022. الكاس حرفيا تبعها رهيب. اوه كان يدوت بقدرني ارفع الكاس هلا. حجي تعال صورني بدي ارفع الكاس. طبعا انا بعتذر من لعيبه ريال بيتيس اني ما كنت بسكواد طبعا 2022، كنت مشغول شوي عندي تصوير فيديوهات، بس انا هلا حاحتفل بالكاس معهم. بسم الله 3 2 1. ونهائي الكوبا ديل ري طبعا حسم بضربات الجزاء، وكان اخر لاعب عم يسدد ضربه جزاء هو ميراندا. هذا التيشيرت اللي كان لابسه، كان لابس كمان الشوز هذا وانتم بكرامه. هاي هون شغلات كلها بتتعلق بنادي ريال بيتيس قديمه كثير. شوفوا مثلا جدول التمارين اللي كان عند اللاعبين، هذا كمان مقال مكتوب عن النادي قديم كثير. الاسم الاول تبع نادي ريال بيتيس كان سيفيليا بالون بي، طبعا هي لانه اسم الكره بالاسباني بالون، فقرروا يعملوا الشيء هذا. عندهم اشهر كلمه بنادي ريال بيتيس هون سواء خسر او فاز، مانكي بيردا. باختصار معنى الكلمه هي انه سواء كنا المركز الثاني او الثالث او الرابع او خسرنا او فزنا حنضل عم نشجع النادي. هذا الحيط موجود عليه اهم اللاعبين اللي لعبوا بتاريخ ريال بيتيس، خواكين هو واحد من اكثر اللعيبه المحبوبين، وكمان روبن كاسترو هو الهداف التاريخي لنادي ريال بيتيس. هاي هلا غرفة التبديل تبع اللاعبين. واو اللاعبين هون بيقعدوا قبل كل مباراة بيلبسوا وبيتجهزوا عشان ينزلوا بعدين على أرضية الملعب. هون طبعا قسم أبطال العالم اللي فازوا بكأس العالم مع الأرجنتين واللي بيلعبوا بنادي ريال بيتيس. والغرفة هي فيها أمصان كل اللاعبين اللي مثلوا منتخباتهم ولعبوا كمان بريال بيتيس. لاعبين ريال بيتيس قبل أي مباراة بيدخلوا من الباب هذا، وبعد هيك بيروحوا لحد هون للغرفة هي، ومنضل هيك ماشيين لحد ما نفوت على مدخل اللاعبين للاستاد من هون. بين عربي مستعد للمعركة. ولكم أن تتخيلوا إنه هي القاء قائمة كلياتها لكل اللاعبين اللي لعبوا بتاريخ ريال بيتيس. ديم واو. وهي الصور كلياتها للكباتن تبع ريال بيتيس. واو استاد ريال بيتيس. ديم الشعور. الليغا وريال بيتيس هلا طلبوا مني اني اعمل لهم كنترول، واحد يناول الكرة من هون من فوق وانا لازم استلمها تحت الملعب. ليتس جو. كنترول من ملعب ريال بيتيس. بس المهم هذا هو استاد ريال بيتيس، ترتيبه كأكبر استاد من استادات اسبانيا كلها الرابع. صراحة كانت تجربة رهيبة. صباح اليوم الثاني من قلب اشبيليا. هلا حالعب مع لاعبين ريال بيتيس وحق اتحداهم باذن الله. التحديات هي جزء كبير منها حينزل بحسابات ريال بيتيس، وجزء كبير منها كمان حينزل بحسابات الليغا. وطبعا هون بالفلوج حورجيكم شويه كواليس تحديات برضه مع نجوم ولاعبين نادي ريال بيتيس. طبعا من اهم النجوم اللي حالعب معهم اليوم هم من اسكو اللي وقع من جديد مع ريال بيتيس، وكمان بورخا اغليسياس، مارك بارترا، ميراندا وغيرهم من النجوم اللي موجودين بريال بيتيس. متحمس كثير اللي هيصير اليوم. بسم الله. صرت هلا جوا ارضيه الملعب مثل ما لكم شايفين. هون لاعبين نادي ريال بيتيس موجودين هنيك عم يستعدوا ليدخلوا على التدريبات. طبعا مو مسمح لي اني صور وقت التدريب، بس ان شاء الله تعالى حاستمتع معهم وخليكم تستمتعوا كمان بالتحديات. قاعد هلا عم بتجهز اللاعبين، خلصوا التدريبات تبعهم وهلا صار دور ابن عربي ينزل يتحداهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاهز واكثر من جاهز باذن الله. ان شاء الله تعالى انكم تستمتعوا معي بالتحديات. ليتس جو. انا هلا مع لاعبين ريال بيتيس الاساطير، خلينا نشوف مين اللي هيفوز فينا بتحدي الكنترول. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Hostia, vaya balones estoy poniendo, eh! También te lo digo. ¡No! ¡Oh, Dios!
Hostia, el muslo lo tiene, Sí, sí, sí. El muslo. ¡Wow! Ah, ¡Ay! Ay. Looks like easy, eh? Yeah, it's not easy. ¿Así? Ya no se mueve. Mira. Nice. Nice. Mark Bartra, please clap for him, guys. Mashallah, mashallah, you have a perfect touch. You win. See you the next time. هيك بكون خلصت التحديات مع نادي ريال بيتيس ومع اللاعبين. صراحة كانت تجربة رهيبة. طبعا كمان اخذت صورة مع اسكو وقابلته، بس للاسف ما قدرت اني اتحدى، كان تعبان شوي بعد التمرينات اليوم. ان شاء الله تعالى نخليها بعدين. صباح الخير عليكم، اليوم الثالث، واليوم باذن الله تعالى متوجهين بالباص هذا او الفان هذا على الميريا، لانه بالميريا اليوم ان شاء الله عندنا معركه ريال مدريد ضد الميريا. فباذن الله تعالى رايحين برحله حتمتد لاربع ساعات عشان نروح اتفرج على ريال مدريد كل العيون الملكي. ليتس جو. وصلنا من شوي على الميريا، دوبنا بس غيرنا وجينا فورا للاستاد مشان نلحق المباراه. هذا هو الاستاد تبع الميريا من بعيد، وانا طبعا جاي للمباراه هي، عندي دعوه من نادي الميريا. اللي ما بيعرف طبعا نادي الميريا هو نادي معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا كثير على الدعوه هي الميريا. وطبعا الدعوه شامله اني هكون ان شاء الله تعالى موجود تحت جنب ارضيه الملعب عند اللاعبين. متحمس كثير للتجربه. وصلنا هلا واخيرا على استاد اونيون ديبورتيفا الميريا. الحماس عندي مليار للجيم. طبعا هي مشان التصريح اللي عم ناخذه مشان نفوت لجوا الملعب. كمان برضه هي لازم نلبسها. عنا تصريح نفوت على الملعب. بسم الله. فتنا هلا على الملعب من جوا. واو. كان اللي حيطلعوا منا هلا اللعيبه بعد شوي. واو. دايم بوي. دايم بوي. واو واو واو. هذا البنش اللي هيكون تبع ريال مدريد بالمباراة. لسه ما طلعت التشكيلة الرئيسية، بس أنا متأكد منه إنه كامافينجا مستحيل يقعد على البنش. خلينا نجرب شعوره القعدة هون. بسم الله. ديم. الله حي الحج عم يزبطنا. هلا بعد شوي حيطلعوا اللاعبين تبع الميريا وريال مدريد من التانل هاي. طبعا انا سلمت على لاعبين الميريا اول ما شفتهم، بس لاعبين ريال مدريد ما كانوا موجودين، فسلم عليهم هلا. طبعا انا مستني كامافينجا بفارغ الصبر، لانه عملت فيديو عليه اكيد اغلبكم شافوا، جاب فوق ال 20 مليون مشاهده لحد الوقت هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هو ضحك عليه وعلق بالانستغرام. فبدي اشوف هل هو حيتذكرني ولا لا، بس مش اني عملت المقطع وانا اصلع، وهلا طلع لي شويه شعر. خلينا نشوف. حراس الميريا هلا بده يطلع مشان الاحماء. اللاعبين هلا هيج كمان. ورس كامافينجا. كامافينجا از ليت. طبعا يا جماعه مستغرب كثير من شغله، شفت كل اللاعبين فاتوا بس ما شفت كامافينجا. خلينا نشوف اذا حيطلع ولا لا. غريبه كامافينجا متاخر، غريبه. قاعد عم راجع التشكيله اللي موجوده، واستغربت انه اصلا اسم كامافينجا مش موجود ومو من الاسماء المستدعاه اصلا. صراحه من جد ماني فاهمان ليش، بس كانت صدمه ليلي. جي جي. بس انا بقول لكم توقعي انا، هلا سمعت انه كامافينجا من مقاعد البدلاء، فاحتمال اليوم كان الناس مقاعد البدلاء مشان هيك دخلوه بديل. يا حبيبي يا كامافينجا. ما عرفني، ما عرفني. ما عرفني. جي جي ليلي. لاعبين نادي الميريا هلا هيفوتوا ويبدوا بعمليات الاحماء تبعهم. فاموس فاموس. لاعبين نادي الميريا هيك فوتوا على ارضيه الملعب، حيبدوا بعمليات الاحماء. ان شاء الله تعالى اليوم هيكون جيم مش طبيعي. كما فينجا عم يتمرن لحاله، ما عم يتمرن مع المجموعه، شكله والله العليم مصاب. غريبه لانه لحد الوقت اللي انا موجود فيه هون بالمباراه ما في اي خبر انتشر عن اصابته او انه صاير معه شيء. طلع حتى الحكام بيحموا. كل التوفيق ان شاء الله تعالى، اكيد هنشوف مباراه حلوه بين الميريا وريال مدريد. هلا بقى صار وقت انه نطلع لفوق على المقاعد تبعنا. ليتس جو. المباراة بدأت هلا واجينا على السكاي بوكس مشان نتابعها. المكان تبعنا رهيب، والمدرج كمان بملعب الميرية تبللت كلياتها قبل المباراة. خلينا نشوف كم تكون النتيجة. فاول هلا لريال مدريد، منفذ توني كروس. ميرية من اول دقيقتين. واو يا السيناريو، مين اللي سجل الهدف؟ واو على السيناريو الغير متوقع من اول دقيقتين.
دقيقتين انا قلت لك بدها تفوز الحاج عم يشجع الميريا. اللي صاير هلا يا جماعه انه ريال مدريد جابوا التعادل، بس نسيت صوركم بالفلوج هون لاني قاعد عم صور على ستوري انستغرام والسناب شات كمان، وعم حاول ننزل اول باول. بس على العموم لحد الان النتيجه هي 1-1. الشوط الاول حينتهي بعد ثواني والفريقين حرفين متعين جوا الملعب. جماعة انتو سمعانين صوت جماهير الميرية، الملعب حرفيا كلياته عبارة عن جماهير الميرية، ما في الا سكشن صغير بس في جماهير ريال مدريد. الشيء اللي عجبني بصراحة هون بإسبانيا وبالدوري الإسباني إنه جماهير كل مدينة بيشجعوا النادي تبعهم، مو معناته إني أنا إسباني وأكبر نادي عندي هو ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد إني حشجعهم. سمعانين الصوت؟ لا، هون بالعكس، لو أنت مثلا من إشبيليا لازم تشجع ريال بيتيس أو إشبيليا، لو أنت من الميريا لازم تشجع الميريا، وهذا الشيء هو الحلو بالدوري الإسباني. كامافينجا ولوكو مدريتش هلا بدوا بعمليات الاحماء، احتمال كبير انهم ينزلوا. كامافينجا رابط شيء على ركبته بصراحه، ماني فاهم انه هو عم يحمي مشان ينزل ولا فقط عم يحمي جسمه ما حينزل يلعب بالمباراه. دقيقه هلا 54، نتيجه لسه 1-1. الميريا ضاغطين بشكل جدا كبير على مدريد. هدف لمدريد، والمشكله انكم ما بتسمعوا الفرحه، ما بتعرفوا هو هدف ولا لا، لانه كل اللي موجودين من جماهير الميريا والرابطه الصغيره بس اللي هنيك يا جماهير ريال مدريد. دخول كامافينجا هلا ولوكا مودريتش لارضيه الملعب. الميريا لحد هلا ضاغطين بشكل جدا كبير، ولسه بقى 18 دقيقه على النهايه، كل شيء محتمل. والله هدف مش طبيعي من فينيسيوس، كيف حطه بالروقان هاد انا ما توقعت. هيلنا الاسيست طبعا من بيلينغهام يا جماعه، بيلينغهام مو طبيعي. في لسه 9 دقائق وقت بدل ضايع، بس نحن هلا نزلنا لتحت عشان ان شاء الله تعالى نحاول انه كمان نقابل اللاعبين مره ثانيه لما يكونوا عم يعملوا لقاءات صحفيه. ما بعرف شو هيصير بالضبط، بس خلينا نشوف. نزلنا هلا المكان اللي حييجوا منه اللاعبين بعد نهايه المباراه، انتهت بنتيجه 3-1. الميريا فعلا ابدعوا بهالمباراه. اللاعبين هلا حنشوفهم هم طالعين، هون لاعبين الميريا، هون هو مكان اللقاء الصحفي. رودريجو موجود هنيك قدامي، سلم على لاعب الميريا وعم يتبادلوا القمصان مع بعض. لاعبين الميريا هلا بعد ما خلصوا غيروا لبسهم وطالعين هلا لبرا، عم ياخذوا وجبات مجهزين لهم اياها النادي بعد المباراه. فالفيردي الواحد بعشق اللاعب. روبرتو كارلوس موجود هون، ما تمثلنا يا جماعه باشو باشو الرجال هذا باشو، اجمل قدم شافتها حياتي بالتسديد روبرتو كارلوس. كارفا خال هذا اللي عطى الاسيس لاجمل هدف بتاريخ كريستيانو رونالدو. هون في عنا واقف مهاجم ريال مدريد الجديد خوسيليو اللي كان باسبانيول وسجل 18 هدف الموسم الماضي. ممر هذا اللي انا واقف فيه هذا اسمه ممر السعادة. من الاخير انا ما بعرف ليش حامل الشنطة من البداية ومتعب حالي. توني كروس ملك خط الوسط، حاترك فرصة لغيري يصوروا معه لاني صورت معه قبل هيك. اي تيك ا فوتو لاف يو توني. لوكا مودريتش فاينلي، لوكا مودريتش بدي اخذ بقى صورة مع لوكا مودريتش، اكثر لاعب بحبه حاليا بريال مدريد، شفته مرتين وما قدرت اني اتصور معه قبل هيك. يا الهي افضل لاعب وسط بتاريخ كرة القدم واقف قدامي هون، هذا رايي الشخصي صراحة. كامافينجا 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 راؤول هلا هو حيروح يقول له انه هذا هو الشاب اللي كان بالفيديو. انا ممكن ما يعرفني بسبب الصلعة اللي صارت عندي هلا بعد ما حلقت شعري. بيلينغهام 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 افضل لاعب صاعد حاليا بتشكيله ريال مدريد هو بيلينغهام. ثاني بقى خلاص من كم فينجر جو. ما فهمت شو قال بس اعطيكم ترجمة. هلا لما شاف الفيديو حسب ان الرجال هذا مجنون، وهلا عم يشوفه هون هو اللي مستغرب انه شايفني مو انا اللي مستغرب اني شايفه. ارفيو من الميريا اللي سجل هذا اليوم. ثانك يو، كان وي هاف ا فوتو؟
Thank you. Good game. لزارو أحد لاعبين الميرية هداني التيشيرت تبعه. موقع كمان عليه هذا التيشيرت اللي لعب فيه المباراة ضد ريال مدريد. التيشيرت هذا إن شاء الله تعالى هيترخ عندي. هيك بقدر أقول اليوم الثالث خلص. وكان بصراحة يوم رهيب للذكرى. شكرا كتير الميرية على الاستضافة الرهيبة هي. وعلى المتعة كمان اللي بتعطونا فيها جوا الملعب. من جنب استاد بينيتو فيا ماري متى ما كان شايفين وراي حيكون يومنا الرابع. واليوم عندنا مباراة رهيبة بين اتليتيكو مدريد وريال بيتيس. بدي لكم جماهير ريال بيتيس مجنونة بشكل لا يصدق. درجة حرارة حاليا باسبانيا 43 والطرقات طول ما انا ماشي على الملعب مليانة جماهير وبتوقع انه الاستاد اليوم 50,000 شخص حيكون فل. طبعا استاد بينيتو فيا ماري حينعمل فيه عمليات تجديد وحيصير بالشكل هذا اللي انتم شايفينه بالصور. ان شاء الله تعالى ما اجي على المرة الجاية حيكون تجدد وحنشوف قديش هو رهيب بعد التجديد. اخذت هلا التصريح فايت على الملعب. لاعبين ريال بيتيس هلا هيفوتوا من المدخل هذا. لازم نشجعهم ونعطيهم معنوياتهم وهم فايتين. لاعبين اتلتيكو مدريد هم من الواصلين اللي بالبدايه. مراتا مهاجم ريال مدريد سابقا. باص ريال بيتيس وصل واخيرا. الله على الاحترام. شوفوا نادي ريال بيتيس اللاعبين كله والكادر واقفين عشان سائق الباص. هي اخر توصيله له. واو 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 على الاحترام. هذول من اساطير نادي ريال بيتيس خواكين وغورديو. غوارديو اللاعب هذا هو اللي مطبوع على صورته على مدرجات استاد ريال بيتيس. هو اكثر لاعب لعب مباريات بتاريخ ريال بيتيس. واو. بعد ما استقبلنا اللاعبين هلا ننطلق على الاستاد مشان نحضر عمليات الاحماء. وصلنا هلا للنفق اللي هيمروا منه اللاعبين. وهذا هو الملعب استاد ريال بيتيس هلا. واو. اللاعبين بعد شوي ان شاء الله تعالى حينزلوا مشان عمليات الاحماء. الليغا حطوا لي فيديوهات عندهم بحسابهم وكثير الحمد لله انشارت عند الاسبان. شكرا كثير للليغا وشكرا كمان لريال بيتيس. لاعبين اتلتيكو مدريد هلا فاتوا على الملعب هم من اللي فاتوا البدايه. لاعبين ريال بيتيس هيفوتوا بعد 4 دقائق ان شاء الله. لاعبين ريال بيتيس هلا فاتوا على الملعب. فاموس ان شاء الله تعالى اليوم ريال بيتيس باذن الله. اسمعوا صوت جماهير ريال بيتيس. واو واو. صفرت البداية هلأ وبدأ الجيم. نهاية الشوط الأول هلأ المباراة كانت حامية. ريال بيتيس كان مسيطر أكثر بكثير من أتلتيكو مدريد على المباراة وفرصة كانت كثيرة لكن لحد هلأ 0-0 النتيجة. خلينا نشوف الشوط الثاني شو يصير. الهداف التاريخي لنادي ريال بيتيس. بداية الشوط الثاني هلأ. طبعا مثل ما كنتم شايفين أنا المقعد تبعي أصلا مش مقعد بالمدرجات، مقعد بوسط الملعب على طول. وطلنا هون قاعدين مع اللعيبة باختصار. إن شاء الله تكمل الفرحة اليوم بفوز ريال بيتيس. الله عليك يا إسكو. اسكو 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 مو طبيعي والله. اسكو مو طبيعي. اسكو رهيب. الدقيقة 71 لحد النتيجة 0-0. اتلتيكو مدريد كانوا ضاغطين اخر 20 دقيقة. اسكو هلا تبدل ب 18 دقيقة كل شيء وارد فيها. مع صوت الجمهور تشجيع الدقيقة 84. نهاية المباراة انتهت بنتيجة 0-0. استمتعت كثير بالمباراة، كانت مباراة رهيبة بصراحة. كنت بتمنى الفوز لريال بيتيس لكن لسه مشوار الدوري طويل. وقدموا هلا مباراة حلوة. لحد هون بتكون انتهت رحلتنا لإسبانيا. شكرا كثير لليغا، شكرا كثير ريال بيتيس على الاستضافة والأيام الرهيبة اللي قضيتها هون. نشوفكم على خير، في أمان الله.